السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل الكشف عن طلب سعودي لزيارة صنعاء، وإلى التفاصيل. كشف خبير سياسي أردني اليوم الاثنين تحركات سعودية جديدة للتهدئة مع صنعاء، وذلك في أعقاب خطاب قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، والذي تضمن رسائل تحذيرية. وأفاد وحيد الطوالبة بأن اتصالات إقليمية ودولية جرت خلال الساعات الماضية مع صنعاء، في حين تبحث السعودية إفادة مبعوث جديد. وأرجع الطوالبة هذه التحركات إلى المخاوف من تبعات خطاب قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الأخير، وكان السيد الحوثي قد حذر السعودية من الرد على أي تصعيد جديد يستهدف الاقتصاد اليمني، واضعا معادلة جديدة مفادها المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك. ولم يوضح الطوالبة رد صنعاء على الطلب السعودي حتى اللحظة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.